الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها السعدون يستقبل وفدا برلمانيا عمانيا. فهاد أزمة القيود الأمنية في طريقها إلى الحل. وزير الدفاع للضباط الجدد: شرف عظيم أن تحمل أمانة حماية الوطن. هيئة البيئة تفتتح رسميا محمية الجهراء وتستقبل زوارها بدءا من الغد. وزير الإسكان: توزيع 114 قسيمة حكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية. ورياضيا: الكشف عن موعد حفل افتتاح مونديال قطر 2022. ومن العناوين إلى التفاصيل: استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه وفدا برلمانيا عمانيا برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العمانية ورئيس جمعية المحامين العمانية الدكتور محمد الزجالي. وقام الوفد البرلماني العماني الزائر بعد استقباله من قبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون اليوم بجولة في مبنى مجلس الأمة. أعلن النائب محمد هايف عن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الأخصائيين الاجتماعيين في المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية. وقال هايف إن الاقتراح يقضي برفع كادر الأخصائيين الاجتماعيين وزيادة رواتبهم كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين. تم الانتهاء بحمد الله من قانون الأخصائيين الاجتماعيين بالمراحل التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية، وهذا المقترح جاء نتاج مناقشات وحوارات في لجنة القيم والظواهر السلبية على امتداد سنوات. خلصنا إلى أنه لابد من تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، لأن هذا الدور للأسف مفقود في مدارسنا سواء الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية أو حتى رياض الأطفال. وجميع المشاكل التي تمر على الطلاب قد لا يتوفر لهم من يتابع هذه القضايا، وهذه سواء انحرافات أو قصور في التعليم أو مشاكل أسرية أو غيرها من الضعف في التحصيل العلمي. لذلك كانت هذه الوظيفة طاردة بالنسبة للكويتيين بسبب تدني راتبها. أعلن النائب عبد الله فهد العنزي تقدمه ومجموعة من النواب بمجموعة من الاقتراحات التي تصب في المصلحة العامة، داعيا إلى تعديل المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية للمجلس حتى لا يتم اختزال الأولويات لدى طرف معين. تقدمت أنا والأخوة في مجموعة السبعة بقوانين كثيرة، وبإذن الله أنها سوف ترى النور، وكلها تصب في المصلحة العامة بحسب الأطر الستة اللي تحدثنا عنها في بياننا الأخير. تقدمنا بمقترح بإضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للاستثمار، وأيضا تعديل قانون التقاعد المبكر الذي شوه بالفترات الماضية. أيضا تقدمنا بمقترح بقانون بنقل وتبعية الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، وأيضا تقدمنا بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية. وهذا الأمر الذي عني الأخوة في مجموعتنا بإذن الله تبارك وتعالى حتى يوضع هذا الوضع بمساره الحقيقي الذي يعالج هذه الأزمة الذي استمرت إلى 60 سنة وأجيال متعاقبة، وللأسف الشديد يزداد الظلم عليهم يوم بعد يوم بسطوة الجهاز وللأسف بكثير من حقوقهم المنتقصة. فلذلك تقدمنا بهذا المقترحين بقانونين. أخيرا قبل أسبوع تحدثت أنا والأخوة الزملاء
النائب سعود العصفور والنائب أسامة الزيد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بخصوص القيود الأمنية، وتحدثنا أن هذه القيود الأمنية وهذا الوضع المختلق وهذا الوضع الظالم الذي مورس خلال السنوات الماضية يجب أن ينتهي، ووعد الوزير في ذلك الوقت بأن سوف يشكل فريق قانوني ويعالج مثل هذه الإجراءات بعد ما ترفع له يعني هذه التقارير. ونطمئن الشعب الكويتي اليوم بأن إن شاء الله أزمة القيود الأمنية في طريقها إلى الحل، ولن نقبل في يوم من الأيام أن المواطن الكويتي يحرم من وظيفته ويحرم من ترقيته ويحرم من السفر ويحرم من الأشياء الأخرى وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، لأن هناك قيد أمني موضوع عليه وعلى أسرته. قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في مقر الوزارة كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي، وبدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني. وبهذه المناسبة أعرب وزير الدفاع في بيان صحفي لرئاسة الأركان عن تهنئته للضباط الجدد ونيلهم ثقة سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي. افتتح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد محمية الجهراء الطبيعية رسمياً على أن تستقبل الزوار ابتداءً من يوم غد الجمعة. وقال الشيخ عبدالله الحمود عقب الافتتاح إن المحمية تسهم في إنعاش السياحة البيئية في الكويت ونشر الوعي البيئي في المجتمع، مبيناً أن الافتتاح كان بحضور كوكبة من ممثلي السفارات في البلاد وعدد كبير من طلاب المدارس. وأفاد بأن المحمية تم تجهيزها منذ عام 1987 بمساحة كلية تبلغ 18 كيلو مترا مربعا، فيما المساحة المفتوحة للزوار تبلغ حوالي 4000 متر مربع، وتحوي أكثر من 300 نوع من الطيور العابرة والمستوطنة، كما تتضمن 5 بيئات متنوعة مثل الطينية والساحلية والصحراوية. بحمد الله تم افتتاح محمية الجهراء اليوم للعامة. من خلال هذا الافتتاح ستستقطب هذه المحمية عدد كبير من الزوار بإذن الله. نخص بالذكر اليوم طلبة المدارس والمهتمين بالشأن البيئي. طريقة حجز هذه المحمية ستكون عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للبيئة. يستطيع جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة حجز موقع لهم أو مرصد للاستمتاع في المناظر الطبيعية في هذه المحمية. قيمة الحجز ستكون 10 دنانير للمرصد الواحد. يستطيع من خلال الزائر الحضور مع 4 مرافقين، أي 5 زوار للمرصد الواحد. ستأخذهم سيارة الكلب كار بالمنطقة الإدارية عندنا في محمية الجهراء بجولة داخل المحمية، ومن ثم يستريح في المرصد المخصص له لمدة تقارب الساعة. بعدها إن شاء الله يأتي إلى الفريق المختص بالهيئة العامة للبيئة ويأخذها إلى المنطقة الإدارية مرة أخرى لاستمتاع في الأماكن الإدارية اللي موجودة عندنا في محمية الجهراء. إن شاء الله في العديد بالأنشطة للأطفال في هذه المحمية، فبذلك هي جولة طيبة للعائلة إن شاء الله يستمتعون فيها في المناظر البيئية الموجودة عندنا في دولة الكويت. تم استقبال مجموعة من السفراء للاطلاع على التنوع الأحيائي في محمية الجهراء، كما تم فتح باب تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في الساحة الخارجية التابعة للهيئة العامة للبيئة لمحمية الجهراء. تم تسجيل ما يقارب أكثر من 100 مشروع صغير ومتوسط متنوع، سواء كانت خاصة في تقديم الأغذية أو يكون إعادة تدوير أو نباتات يتم تقديمها وتوزيعها في محمية الجهراء الطبيعية. وطبعا هذا كله يكون في بالمجان بهدف دعم الشباب ومبادرات الشباب الكويتية. أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي الموافقة على توزيع 114 قسيمة في مدينة جابر الأحمد.
وغرد العجمي عبر حسابه في تويتر قائلا: إنه بتوجيه من القيادة السياسية وعمل أبنائكم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نبشر أهل الكويت ببداية العمل والإنجاز، حيث تمت الموافقة على توزيع عدد 114 قسيمة في مدينة جابر الأحمد بنظام أرض وقرض. هذه البداية، ولن نألو جهدا كي نرتقي بحقوق أبناء الوطن وضمان تمتعهم بها بأسرع وقت وعلى أكمل وجه. ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاحتفال بالعيد الوطني للبلاد 62 وذكرى التحرير 32. وقالت اللجنة عقب الاجتماع الذي أقيم بقصر السيف بحضور أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية ورئيسة مركز العمل التطوعي الشيخ أمثال الأحمد الجابر الصباح وحضور ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة، أنها ناقشت الاستعدادات والجاهزية للاحتفالات. أعلنت وزارة التربية البدء في تحويل كشوف المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة إلى البنك المركزي، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الوهيدة إنه تنفيذا لتوجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني بسرعة إنجاز ملف مكافأة الأعمال الممتازة، فقد تم بدء تحويل الكشوف المتخصصة إلى البنك المركزي. أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع. وجرى نقل رئيس الوزراء السابق البالغ 70 عاما بشكل سريع إلى مدينة لاهور من أجل تلقي العلاج وسط حالة من الهلع في المكان، ووصفت حالته بأنها آمنة. توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في البلاد مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض الرؤية الأفقية. وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبد العزيز الجراوي إن الكويت منذ الأمس تحت تأثير حالة ضعيفة نسبيا من عدم الاستقرار وتستمر حتى منتصف الليلة، حيث هطلت كميات متفاوتة من الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة. وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و 33 درجة مئوية. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 15.9 ليبلغ مستوى 7365.19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22%. وتم تداول 122 مليون فاصل 2 سهم عبر 8495 صفقة نقدية بقيمة 44.18 مليون دينار. أعلن بنك إنجلترا المركزي رفع معدل الفائدة من 2.25 إلى 3% في ثامن خطوة يتخذها على التوالي بهدف كبح الزيادة الكبيرة في نسب التضخم التي تبلغ حالياً 10.1%. وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن أسعار الطاقة لا تزال تلقي بكاهلها على مستويات التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن رفع معدل الفائدة إلى نسب أعلى قد يكون ضروريا للتعامل بقوة مع الدوامة التضخمية التي تبدو مستمرة في منحاها التصاعدية. وحذرت في هذا الصدد من أن المملكة المتحدة قد تكون في طريقها للدخول في أطول فترة انكماش منذ حوالي 100 عام. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 عن موعد افتتاح البطولة. وقال خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن جاهزية قطر لاستضافة المونديال:
حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 سيبدأ الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم فتح أبواب استاد البيت للجماهير بداية من 3 عصرا. وأضاف: تنطلق مباراة القطر والإكوادور يوم 20 من نوفمبر الجاري الساعة 7 مساء.